نفت وزارة الطيران المدني إلغاء الحجر الصحي واستبداله بالحجر المنزلي للمصريين العائدين على متن الرحلات الاستثنائية من الخارج، واللي بتقوم شركة مصر للطيران بتنظيمها بشكل يومي لنقلهم من عدة دول. ومن ناحية تانية هتقوم وزارة الطيران المدني بتسيير خلال الأسبوعين الجايين عدة رحلات استثنائية لعدة عواصم عربية وأوروبية، ده لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران للمطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. الوزارة أكدت أنه هيتم تسيير عدة رحلات لكل من بيروت وعمان ومسقط ودبي وجدة والرياض وبغداد وسيدني، ده طبعا لإعادة المصريين العالقين هناك. هي طبعا عمان، لأن طبعا عندنا مسقط اهو دي العاصمة، وعندنا كمان في الأردن عمان بالإضافة لبيروت وعدد من العواصم اللي احنا قلنا عليها. طيب لتفاصيل أكتر عن إجراءات عزل المصريين العائدين من الخارج وتفاصيل كمان الرحلات الفترة الجاية، معنا هاتفيا معالي الوزير محمد منار عنبة وزير الطيران المدني. أهلا بك معالي الوزير. أهلا يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بسيادتك. يمكن كان في هناك أحاديث عن فكرة الحجر الصحي واستبداله بالحجر المنزلي وحضراتكم نفيتوا هذا الخبر، عايزين نعرف إزاي بدأتوا تتعاطوا مع المستجدات الحالية فيما يتعلق بفيروس كورونا والمصريين حتى العائدين من الخارج على متن الرحلات المختلفة. والله يا فندم، هو امبارح كان حصل بعض اللغط في هذا الموضوع. كابتن روشي زكريا رئيس مجلس الوزراء سيادة خطر مصطيران، هو ما قالش ان الحجر هيتلغي. هو بيقول سيادته من المتوقع، فمن المتوقع اتفهمت انه هيتلغي. القرار ده الحقيقة مش قرار وزارة الطيران، ده قرار بعالي دولة رئيس الوزراء، وفي لجنة عليا بتدير هذه الأزمة برئاسة دولة الرئيس وبعضوية معالي وزيرة الصحة ومعالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير الإعلام ومعالي عدة وزراء. والقرار بيتاخد إذا كان بالإلغاء الحجر أو استمراره أو أي شيء خاص بأزمة كورونا عن طريق هذه اللجنة العليا صاحبة القرار وصاحبة الولاية في هذا الشأن. فالطيران كطيران ككل ليس صاحب ولاية في موضوع الحجر بالإلغاء أو الاستمرار، لأن دي مش بتاعته خالص. إذن ده فندم تنفيذ لسياسات واستراتيجيات الدولة. بالضبط، هذا قرار دولة برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء، هو اللي بيقدر ياخد القرار باللجنة. فمعلش هي ما اتفهمت غلط امبارح بأن يعني من المحتمل أو أنها ممكن انها يتنظر فيها، اتفهمت ان احنا الحجر اتلغى. فده ليس، انا باكد تاني يا فندم، ده ليس قرار الطيران ولا قرار وزاره الطيران، ده قرار دوله الرئيس، هو اللي يقدر يقول اذا كان الحجر يتلغي هو سيادته واللجنه العليا تحت امرك يا فندم. يمكن يا فندم برضو كان في يعني معلومات بتفيد ان في تسيير لعده رحلات لعدد من العواصم العربيه والاوروبيه، وطبعا احنا ذكرنا بعضها دلوقتي من خلال سياق هذا الخبر. على أي أساس فندم تم تحديد هذه العواصم أو هذه الدول عشان يكون في حركة طيران من وإلى هناك؟ الحقيقة من يوم 19 لما تم تعليق حركة الطيران لجمهورية مصر لعمل نوع من الكنترول على فيروس كورونا المستجد، اتعلق الطيران، إنما كان في إخواتنا وولادنا مصريين عالقين، ما بين حد بيتعالج، ما بين حد كان في زيارة لأقاربه أو أهله. احنا اشتغلنا مع عن طريق وزارة الخارجية والسفارات وقفتنا في السفارات، حددوا أعداد السادة المصريين الذي ينطبق عليه صفة العالق، اللي هو يعني مش مقيم وملوش مأوى في البلد الموجود فيها. ومش حضرتك في البلد دي، لا احنا جبنا حضرتك من كوالالمبور، من ماليزيا، من السعودية، بجميع دول، بجميع مدنها، من دولة الكويت الشقيقة، من لندن، من باريس، من نيويورك أو من واشنطن بالتحديد. يعني ده على سبيل المثال وليس الحصر، أعداد مهولة الدولة المصرية تكبدتها أو ساعدت فيها وجابتهم. في ناس دخلوا المدن الجماعية بإقامة كاملة على حساب الدولة المصرية، وفي ناس المقتدرين اتحجروا في فنادق على حسابهم، وأول ثلاث رحلات كان على حساب الدولة وكانوا قاعدين في فنادق خمس نجوم، وطبعا ده دور كان يعني لا ينسى للدولة المصرية مع أبنائها. إنما لم نترك ولم يتم ترك أي حد من إخواننا المصريين في أي عاصمة من عواصم العالم. بنكمل اللي فاضل عندنا حضرتك
بعض الأعداد في دولة لبنان الشقيقة هيتم إحضاره في اليومين الجايين، في بعض الأعداد زي ما حضرتك أشرت في الأردن، في بعض الأعداد في عمان في مسقط هيتم إحضار جميع المصريين. أنا طبعا أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، هيتم إحضارهم، ودي كتوجيهات فخامة الرئيس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، إن ده دور الشركة الوطنية ودور الشركات المصرية بالكامل لإحضار إخواننا المصريين. لأن أنا برضه عايز أوضح حاجة، إن أي شركة بتروح تجيب عالقين هي السيكتور الأولاني اللي هو بتطيره السيكتور ده بيبقى فاضي، يعني هو لو رايح الكويت طير كايرو الكويت مفيش معاه ركاب وراجع، فطبعا بتبقى تكلفة جامدة على الشركة الناقلة. ده فندم يمكن هيقودني لسؤال، طبعا حركة تعليق الطيران هي عملت خسائر طبعا في كل شركات الطيران في العالم، فعايز أعرف من سيادتك إيه الخطة أو الاستراتيجية اللي أنتوا بتبنوها دلوقتي عشان يكون في تعويض لهذه الخسائر اللي حصلت وما يكونش عندنا خلل طبعا في هذا القطاع الحيوي والمهم؟ طبعا حضرتك، هو بالنسبة لإحنا كمطارات الوزارة تنقسم إلى طيران ومطارات. المطارات تمت الفترة ديت عمل نوع من أنواع التجديد والإصلاح لأي شيء في المنظومة، استغلينا الفترة دي لرفع كفاءة المطارات بصورة بجميع مطارات الجمهورية وليس القاهرة الدولي بس، وعشان المطارات تكون جاهزة بإذن الله لاستقبال الحركة عند عودتها إذا كانت حركة سياحية أو حركة تجارية بإذن الله. الفترة دي الشركات المصرية خدت موافقة واشتغلت على البضائع وكانت بتنقل بطيارات الركاب بضائع، بس ده كان بيتم في بطن الطيارة، في بعض الطيارات شالت في بطن الطيارة بضائع، وفي بعض الطيارات خدت موافقة من الصانع والطيران المدني وشالت بعض البضائع في الكابينة بتاعة الركاب. برضو هي محاولة من الشركات انها بتحاول انها تتغلب على الأزمة يعني بأي شيء من الأموال، لأن الأزمة طبعا شديدة والأرقام جامدة جدا. الصناعة دي صناعة غالية جدا جدا جدا، يعني أدي حضرتك مثال بسيط، الطيارات دي متأمن عليها، لازم حضرتك علشان مثلا تقول أنا مش هطير لازم تروح توقف التأمين، طبعا عشان أوقف التأمين في تأمين بيتوقف على الطيران، إنما ما فيش في تأمين تاني على الحركة الأرضية، فالتأمين باهظ جدا 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 لهذه الصناعة. الطيارات حتى لو ما طارتش ليها دورة صيانة لازم تتم بأوقات معينة، فالطيران الخاص في مصر تكبل خسارة رهيبة، وإحنا بنحاول إن إحنا نساعده بكافة الطرق كدولة وكوزارة، لأن طبعا ده قطاع حيوي جدا في مصر بيشتغل فيه ناس كتيرة جدا من أبنائنا وإخواتنا وأهالينا، فلازم نكون واقفين في ظهر الطيران الخاص. مصر طيران تكبلت خسارة برضو شديدة جدا، يعني هل في أرقام يا معالي الوزير عند حضرتك؟ لا كلها مليارات يصعب خسرها يا فندم، مليارات، إنما هي مليارات وليست ملايين. نعم إن شاء الله رب الأزمة دي يا فندم تعدي على خير وإن شاء الله كده تنتهي بأقل الخسائر إن شاء الله. وبشكر سيادتك شكرا جزيلا، كنت معنا هاتفيا معالي الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، كنت معنا هاتفيا، بشكرك ألف شكر.